السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجد معكم مسمن ديال الشحمة اللي كيطيب في المقلة. كنحتاجو جوج زلايف ديال دقيق الفارس مغربلين، انا عبرت بهاد الزلافه هادي عند القياس، وزلافه ديال الفينو خلطتهم بجوج مغربلين لهذا الشكل كيف كتشوفوا. كنضيفو الملح، كنحتاجو الكمية الملح اللي تناسبنا على حساب الكمية ديال الدقيق اللي عندنا. اللي بغى الكمية اكثر يقدر يدوبل الكمية ديال الدقيق. كنبقاو نضيفو الماء بالتدريج الماء دافي حتى كتجمع لينا العجينة ديالنا، يعني ما نقصحوهاش بزاف وما نخليوهاش رطبة بزاف بين وبين. كيف كتشوفوا وجمعوها على هذا الشكل وكندلكوها غير شويه. كيف كتشوفوا العجينه بين وبين كنخليوها ترتاح، انا درتها في الصباح ونخليها ترتاح حتى العشيه عاد غادي نخدم بها. في الحشوه غادي نحتاجو، هنا درت 4 الحبات من الجزر حكيتهم في الحكاكه رقيقه على هذا الشكل. عندي 4 الفلفلات درت قطعتهم هكا قطع رقيقه، كنحاولوا نرقوهم مزيان، حاولوا نرقوها على هذا الشكل. درت 4 الحبات و4 الحبات من الجزر كيف قلت لكم، وثلاثه البصلات، البصله حتى هي قطعتها رقيقه. وعندي كميه من الشحمه حكيتها حتى هي في الحكاكه الرقيقه او الحكاكه الغليظه اللي بغيتو، او عندكم مطحونه من الاحسن. وكناخذوا المقله هكا تكون ما كتلصقش، غادي نضيفوا فيها نديروا فيها المكونات، نضيفوهم كاملين حيت مقطعاهم رقاق ويطيبوا على خاطرهم. الى عندكم حتى الكورجيت حتى هو كتحكوه في الحكاكة الرقيقة وكديروه حتى هو كيجي زوين، انا ما عنديش دابا، اكتفيت غير بهاد المكونات. غادي نضيفو التوابل، غادي نضيف كمية من الزيت النباتية باش الا درنا التوابل ما تحرقش لينا، غير كمية قليلة حيت عندنا الشحمة، داكشي علاش ما غاديش نكترو الزيت. نضيفو الملح كميه اللي غتناسبكم، نضيفوا الخرقوم عفوا، نضيفوا التحميره، شويه من السكنجبير غير شويه، نديرو شويه من البزار. الى عندكم الهريسه حتى هي بغيتو تضيفوها حتى هي كتجي زوينه، على حساب كل واحد والذوق ديالو في الحار. نوضعو فوق النار، غادي نحركو هاد التوابل مع بعض والخضرة اللي عندنا. كيف قلت لكم اللي بغى يضيف الهريسة حتى هي مزيان او الشوينية، كل واحد والذوق ديالو في الهريسة. وكتبقى الكمية ديال الخضرة على حساب الاشخاص اللي كاينين في الدار، يعني كل واحد والكمية اللي كتناسبه من ناحية الخضرة ومن ناحية العجينة. كنحركو مزيان،
غادي نغطيو عليها ونخليها حتى كتدبل وكطيب. شوفوا كندير الشحمط، نضيف الشحمه كيف ما كتشوفوا الخضره ديالنا دبالت وطابت. كنضيفو دابا الشحمه غير حتى كتذوب، الصراحه الشحمه كتبنن لينا الحشوه، حتى المسمن كيجي لذيذ وكيجي مقرمش وزوين، والفيه البنه ديال الشحمه صراحه ديال هاد البرد كيجي لذيذ بزاف. تذوب لينا الشحم مزيان عاد كنطفيو عليه، بقاو ليا شي طريفات غلات شويه ديال الشحمه، كنحاول نضغط عليهم بالمعلقه باش يذوبوا. يعني هي الشحمه مطحونه من الاحسن كتساعدك ما كيبقاوش طريفات كبار هكا، ماشي كبار بزاف غير شويه، ولكن من الاحسن ما يكونوش. غادي نطفيو عليها دابا وخاصها نخليوها حتى تبرد نهائيا، تبرد مزيان ما تبقاش سخونه هكا باش ما تقطعش لينا العجينه، نخليوها تبرد مزيان. شوفوا العجينه ديالنا ملي ارتاحت، نحاولو نشكلوها كويرات صغار ونديروها في هاد البلاطو.
نخليو حتى ترتاح مزيان هاد الكويرات ديالنا، بين ما تبرد لينا الحشوه كيكونوا ارتاحوا مزيان. كيف كتشوفوا هي الحشوه بردات، غادي نبداو نقرصو. بسم الله على بركه الله، غادي نرشو سطح العمل بالزيت، هذه هي الاولى اللي درت. بسم الله، كنحاولوا نقرصوها على هذا الشكل. كيف كتشوفوا كنرقوها على هذا الشكل حتى كيبان لينا سطح العمل، ولكن راه ما كتقطعش لينا العجينه كيف ما كتشوفوا. نتمنى تكون تبان لكم مزيان. كناخذوا الحشوه كنحاولوا نوزعوها على هذا الشكل، وكنطويو عادي بحال المسمن. نحطوها على جنب وغادي نرشو عاود، وغادي نسرحو تاني هاد الكرة. كتشوفوا العجينه ما كتقطعش معانا حيت كنخليوها ترتاح مزيان وما فيهاش شي مجهود كبير. كنحتاجو ندلكوها لا بزاف لا والو، وكتجي زوينه على هذا الشكل. كناخذوا السمنه ديالنا كندوبلو ليها على هذا الشكل، ندوروها هكا نصيبوها على هاد الشكل، وكنخليوهم يرتاحوا على جنب حتى كنكملوا بنفس الطريقة.
نحطو الحشوة نوزعوها على هذا الشكل. كيف كتشوفوا دابا راه الشحمة جامدة، ولكن من بعد ملي كيطيب كيبغي يتكال سخون باش كتجي البنة ديال الشحمة كتجي فيه زوينة. واخا تبان لكم جمدات في العكس، راه خصها تكون الحشوة باردة باش ما كتقطعش لينا العجينة. بعدا انا من محبي الشحمة، كاين اللي ما عزيزاش علي ولكن انا كتعجبني. ديروا على هذا الشكل، نفس الطريقة. نبقاو نخليو العجينة ديالنا مغطية باش تبقى رطبة. نتمنى ان شاء الله تجربوه يعجبكم، يجي بنين كيف ما كيجيني انا. واحد يحيد العكز فهاد البرد، صراحة هاد الشي كيكون لذيذ وزوين، كنحتاجوه فهاد البرد. كنحاولو نكملو العجينة ديالنا كامل بهاد الطريقة حتى كنساليو، وكنبداو نطيبو بأول وحدة خدمناها. أول وحدة خدمناها كنطيبوها. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل احبابكم وصحابكم باش تدعموني وتعاونوني. ضغطوا على ابوني وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.
مع هاد الوليدات سبحان الله كتكوني في الحاجه وتصدقي في حاجه اخرى وتمسحي يدك وتمشي وترجعي. ايوا اش غنديروا؟ الصبر وصافي حتى يكبروا ان شاء الله. هادي غادي تخسر لي العجينه.
بقاو لينا ثلاثة.
اخيرا كملنا، دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نطيبو. نبداو باول وحده اللي درنا، نحاولوا نغرسوها. في هذه المرحله كتحطوا المقلاه سخون وحاولوا ترقوا مزيان، يعني ترقوها مزيان مزيان قد ما لقيتوا رقوها على حساب الحجم يعني ديال المسمنه. حاولوا ترقوها مزيان باش كيجيكم هكا رقيق وكيجي زوين لذيذ بزاف بزاف صراحه. ملي كتسخن المقله كنحاولوا نرشوها بشويه الزيت، ضروري في الاول نرشوها بالزيت، هكا المقله كتكون سخونه وكتكون ناشفه باش ما كتلصقش لينا المسمنه. وكنخليوها حتى كتبدا تطيب من التحت، عاد كنقلبوها. صراحه كيجي لذيذ بزاف بعدا، انا كيعجبني صراحه، كتعجبني اللذه ديال الشحمه، كيجي بنين بزاف وكيوكل في هذا البرد. نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم ان شاء الله.
شوف كنقرصو مزيان. كنقرصو على هاد الشكل تكرقوها. Thank you.
هذه هي النتيجه النهائيه. ساليته في الطياب، كيخرج كميه بارك عليها، كميه مناسبه. كيف كتشوفوا كيجي رقيق، يعني هكا راه باقي سخون. حاولوا دائما كيبغي يتكال سخون، راك عارفين مع الشحمه بالزربه كتجمد في هذا البرد، يعني يتكال سخون هكا. راه مازال سخون كيحرق فيا. غادي نقطعو لكم نوريكم كيفاش كيجي مورق. قلت لكم هاد الاخره نيت سخونه باش تشوفوها، كيجي رقيق بزاف وكيجي مورق صراحه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى يجيكم كيف ما كيجي انا ويعجبكم، نتمنى يعجبكم بزاف. وهذه هي وصفه اليوم، وما تنساوش جيم الفيديو، الاشتراك في القناه، وبارطاجوا الفيديو مع كل حبابكم وصحابكم. مازال سخون، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.